آخر من الوطن هيروح الخبر ولا مش هيروح؟ راح؟ ماشي. تعال نروح للوطن الرياضي اللي بيتكلموا على ان ايه؟ الاهلي يقرر تعديل عقد اكرم توفيق. انا مش هقدر اجزم او اكد الخبر ده لان دايما الامور دي بتمشي بالاطار الرسمي، لكن اقدر استشف ان ده ممكن يحصل ليه؟ لان الاهلي كان المره الفتره اللي فاتت كلها قدر ان هو يجدد عدد كبير من اللاعبين، يعني عندك ديانج، حمدي فتحي، اتنين جامدين قوي. عندك مين تاني قبليه؟ عندك علي لطفي اتجدد له عقده، عندك سعد والشناوي اتجدد لهم عقدهم. فانت دايما بتشوف اللاعبين اللي تستحق، الاداره لو شايفه ان اكرم يستحق اكيد هتجدد له عقده، مش هيتاخروا الناس لان هم شايفين في الحقيقه اكرم ما شاء الله عليه ماشي بشكل جيد جدا. ربما ما كنتش نسيت حد من الناس اللي جددت عقودهم يعني مع الفرقه، لكن اداره التعاقدات بالنادي الاهلي ماشيه بشكل كويس جدا بالتنسيق مع لجنه التخطيط للكوره، بالتنسيق مع الجهاز الفني بقياده مستر بيتسو موسيماني. فدي كل الامور دي هيتم الاعلان عنها بالشكل الرسمي لو في خطوات رسميه حقيقيه. هنشوف. خلينا نروح